ازيك يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في رمضان في البيت على هوم سينما. النهارده حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن هنعمله جديد، وهنعمل ستيفلر رياكشن لتو تريلرز لمسلسلات رمضان، بس مع الاسف هما برضو تيزرز، هما مش اوفيشال تريلرز. كنا مستنيين اوفيشال تريلر منهم ان هو ينزل في الفتره اللي فاتت، بس مع الاسف ما نزلش. فنزل التيزر بتاعه، هو المسلسل الاولاني هو مسلسل موسى بتاع محمد رمضان، والمسلسل الثاني اللي هو نجيب زاهي زركش اللي هو بتاع الفنان يحيى الفخراني. مسلسل موسى احنا كنا عاملين له تيزر رياكشن قبل كده زمان لو تفتكروا، ده كان اول فيديو حرفيا نعمل له تيزر رياكشن في رمضان السنه دي بتاع 2021. بس هو المشكله ان هو حتى ما كانش تيزر، ده كان يعني ولا حتى برومو 10-15 ثانية، يعني ولا حاجة، يعني حتى ما يعتبرش حتى تيزر، يعني فاهمين قصدي ازاي؟ فالنهاردة هنشوف التيزر بتاع مسلسل نجيب زاهي زركش ومسلسل موسى. هنبدأ بمسلسل موسى، هو من تأليف ناصر عبد الرحمن ومن إخراج محمد سلامة، ومن بطولة طبعا محمد رمضان، ومعانا رياض الخولي ومنظر ريحانة واسماء جلال وصبري فواز وسيد رجب طار عماد فريد يوسف النصر وأحمد طلعت ومحمد عز، في ناس كتيرة كويسة، وفي كمان سمية الخشاب. معرفش إذا كان هتفرج عليه ولا لأ محمد رمضان السنة دي، لأن أنا بصراحة ابتديت يعني أزهق من مسلسلات محمد رمضان كل سنة، مش مفيش أي جديد بيتقدم، هو نفس اللي بيحصل كل سنة حرفيا، مفيش أي جديد. هو حوار إن هو الخيانة وإخواته وأبوه بيتوفى وهو بيرفنج في الآخر، يعني شغل اللي هو البطل الشعبي زي ما بيقولوا يعني. طبعا كالعادة طبعا هتفرج على التريلر دلوقتي، التيزر يعني، طبعا كالعادة ما شوفش التيزر ولا مرة، هشوفه معاكم دلوقتي لأول مرة. يلا بينا. تعلمت من المرج ومن الحديد انها بتلين، ولما حبيت عرفت ان الحب اقوى من النار. لا كان ليها غير ولا كان ليها غير، بس الأيام كتبت علينا الفراق والعداوة. اللي يشوف موسى ويداري عليه ويحميه يعدم مثله بالتمام والكمال. خدنا غدر وضربنا بالنار. موسى أخوك لسه عايش، ابتديتك تدفن. لما حكمت الأيام سيب الأيام تحكم يا أخوي. اللي شاف الموت بيتغير. موسى. أوكي يا جماعة، بصوا، هو أنا مش عايز أفاجئكم بحاجة، بس أنا معرفش ليه يعني عندي إحساس إن المسلسل ده هيبقى أحسن من مسلسل نسل الأغراب، يعني مش عارف ليه، إحساسي بيقول لي، وبعد كده الله أعلم. فبرضو عشان أنا مش عايز أفتي ومش عايز اقول حاجه غلط، بس انا عندي احساس ان المسلسل ده هيبقى احسن من نسل الاغراب، حاسه هيبقى احلى يعني كاكشن، حاسه هيبقى احلى. نسل الاغراب التريلر اللي انا كنت عامل له تريلر رياكشن الاولاني الاوفيشال تريلر ما عجبنيش التريلر بتاعه، لما جيت عملت له تريلر رياكشن. التريلر الثاني اللي انا عملت له تريلر رياكشن كان برضو كان مع مسلسل تاني كنت عامل له تريلر رياكشن، عجبني اكتر. بس المسلسل ده عندي احساس ان هو هيبقى احسن من نسل الاغراب. طبعا كالعاده مش هدي نسبه ترقب لان هو تيزر، انا هستنى الاول الاوفيشال تريلر. ده مش اوفيشال تريلر، ده دقيقه، فده مش اوفيشال تريلر، ده تيزر برضو. فهضطر ان انا استنى الاوفيشال تريلر عشان ادي نسبه الترقب بتاعتي للمسلسل. المسلسل التاني اللي احنا هنعمل له تريلر رياكشن وهو مسلسل برضو، هو للاسف هو تيزر، هو مسلسل نجيب زاهي زركش، وهو المسلسل للفنان يحيى الفخراني، هو من تأليف عبد الرحيم كمال ومن إخراج شادي الفخراني اللي هو ابن يحيى الفخراني، وفي البطولة مع يحيى الفخراني في محمد محمود ومنة عادل وكريم عفيفي وإسلام إبراهيم ورامز أمير هلا فاخر أنوشكا، ناس يعني كاست ليست مش يعني كاست ليست مش واو قوي، يعني انا مش شايف ان هو كاست ليست واو قوي. انا بصراحه ما بيني وبينكم لو هتفرج على المسلسل ده هتفرج عليه عشان خاطر
وطبعا الفنان يحيى الفخراني يعني مش اكتر يعني. فانا مش هاممني بصراحه الكاست الباقي اللي معاه في المسلسل. انا عاجبني الفنان محمد محمود يعني، انا بحبه جدا، عجبني كتير قوي في المسلسل اللي هو بتاع عمر ودياب يعني. على الرغم ان انا كنت رافض اتفرج على المسلسل في الاول، بس انا لما جيت اتفرجت عليه عجبني الى حد ما. كان انا بالنسبه لي كان احسن من اتنين في الصندوق. وبحب محمد محمود يعني، بحب الكوميديا بتاعته من ايام امير البحار يعني، كان اسمه ميمس يعني. بس ده هنشوف التريلر بتاعنا النهاردة، ده التيزر بتاع مسلسل نجيب زاهي الزركش. للأسف هو برضو تيزر، فاحنا هنضطر ان احنا هنستنى التريلر عشان نعمل له تريلر رياكشن، وحاجة بصراحة يعني نفخ السنين يعني. ما علينا، حب ان احنا نبص على التيزر. اتمنى بصراحة ان هو يعجبني، تيزر صغير قوي بس ماشي يعني هنشوف. طبعا كالعادة ما شفتوش ولا مرة، هشوفه معاكم دلوقتي الاول مرة. يلا بينا. الموضوع خلص يا شفيع، خلص. وفي ايه؟ بحبك قوي وانت محضر كده زي العيال. طريف اخشى عليك يا حرق. طريف نجيب ايه؟ عمره ما تهز. مين يعني نجيب زاهي زركش ده؟ طز نجيب زاهي زركش يا جماعة ما تكملوا أمهلتي، والله هعيط والله هعيط يعني. ايه يا جماعه ده مفيش خالص، ده مفيش خالص، ده مفيش تيزر اصلا يعني، ده مش تيزر. ليه كده يا جدعان يعني؟ ليه بجد يعني؟ ليه ده مفيش خالص؟ ده قليل قوي 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 يعني. بصراحه يعني انا مش عارف هو التيزر كان قد ايه يعني، هو 20 ثانيه يعني حرفيا ولا اي حاجه. بس بصراحه كبرفورمانس مسلسل ده احتمال اتفرج عليه، احتمال كبير هتفرج عليه، بس انا للاسف مستني الاوفيشال تريلر برضه عشان اعمل له تريلر رياكشن. انا افتكرته هيبقى مسلسل كوميدي، ما اعرفش ليه يعني، انا افتكرته من البوستر كده هيبقى مسلسل كوميدي يعني، شكله هيبقى مسلسل دراما، مش هيبقى كوميدي يعني، بس هيبقى فيه تمثيل. وده سبب الاسباب اللي محمساني ان انا اتفرج على المسلسل، ده سبب من الاسباب ان انا متحمس ان انا ممكن اتفرج على المسلسل. بس انا للاسف مستني الاوفيشال تريلر الاول، لازم اشوف الاول اوفيشال تريلر عشان اعمل له تريلر رياكشن، علشان اقدر ساعتها اقرر هنتفرج عليه ولا لا. كتيزر مبدئي ما بين مسلسل موسى ومسلسل نجيب زاهي زركش، صراحه عجبني اكتر مسلسل نجيب زاهي زركش. على قد ما هو تيزر صغير قوي، حاسس ان فيه تمثيل، حاسس ان المسلسل ده هيبقى فيه بيرفورمانس قوي 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 ليحيى الفخراني يعني. انتوا عارفين ان في اخر رمضان دايما بعمل حلقه كده بجيب فيها كل المسلسلات بيبقى فيه احسن تمثيل واحسن اخراج واحسن مسلسل واحسن واحسن واحسن. فاحتمال كبير المسلسل ده هيبقى فيه يعني يعني انا بالنسبه لي حاسس ان هو هياخد كاتيجوريز كتير السنه دي يعني، في القوائم اللي انا بعملها الشخصيه يعني. يعني ممكن لو كبرفورمنس بتاع يحيى الفخراني حسيته هيبقى حلو زي في التيزر كده، عشان كده بقول لكم مضطر ان انا اشوف الاعلان الاول الاوفيشال تريلر، احتمال كبير هيكون البرفورمنس بتاعه كبست اكتر او كاحسن ممثل السنه دي في رمضان هيبقى عندي انا بالنسبه لي هيبقى حاجه كبيره قوي يعني. فانا احتمال كبير اشوف الاوفيشال تريلر، وبعد ما اشوف الاوفيشال تريلر هقرر طبعا سواء موسى او نجيب زاهي زركش بالنسبه للترقب يعني. بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها عن مسلسل موسى ونجيب زاهي زركش. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله، اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، ما تنسوش برضو تعملوا سبسكرايب للشانل التانية اللي اسمها هوم الون، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن. ولو حابين تعملوا لي فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستغرام هسيب لكم برضو اللينكس في الديسكربشن. وباي باي.